اهلا وسهلا يا احمد، منورين الدنيا. نورك يا حبيبي. ماتشين ومواجهتين في منتهى القوه، وما كانش حد الحقيقه يقدر يحسم بشكل يعني قاطع مين هيتاهل من الناحيه الشمال، ارجنتين هولندا برازيل كرواتيا، لغايه الثواني الاخيره من عمر المباراه الى ان حسمتها ركلات الترجيح. اعتقد انه المفاجاه امبارح كانت فوز كرواتيا او تاهل كرواتيا على حساب البرازيل. في الحقيقه امبارح يا جماعه المشاعر في كره القدم بتتحرك بشكل يعني فياض. انا امبارح تعاطفت مع برازيليين ومع بكاء نيمار ومع الحقيقه صدمه الخروج من المونديال بشكل غير طبيعي. في صدمه الحقيقه من خروج البرازيل بلال. يعني زي ما حضرتك قلت كده يا استاذ احمد، كانت صدمه لكل متابعي كره القدم بصفه عامه، والمشجعين الابرز دايما في كل بطوله بيبقى النسبه الاكبر لمنتخب البرازيل، وهو المرشح الاول دايما في اي بطوله كاس عالم. ولكن بقى يعني عقده السادسه بتطارد البرازيل، بقى لها يعني اكتر من 4 أو 5 بطولات بتحاول تبحث عن اللقب السادس، مش قادره. هو صدمه البرازيليين امبارح في الخروج من كاس العالم بالذات في النسخه دي، يعني في نسخ قبل كده بما فيهم النسخه اللي استضافتها البرازيل نفسها، لكن شايف انه الصدمه السنه دي او الصدمه في النسخه دي اكبر من صدمه المصريين في عدم التاهل لكاس العالم. بالظبط. انت ملاحظ يعني ملاحظ الفرق او الجاب عامله ازاي؟ الناس دي كانت مرشحه بقوه من قبل البطوله، ومع بدايه البطوله كمان كان واضح جدا منتخب البرازيل جاهز الحقيقه انه ينافس على اللقب بقوه. يعني كان منتخب البرازيل كان عامل حاله في البطوله، حاله فنيه، كان بيقدم عروض ممتازه في كل مباراه، عرض افضل من المباراه السابقه، حتى يعني الاداء كان رتم الاداء بتاعهم كان بيعلى من مباراه للثانيه، كان خلاص الكل بيرشحهم ان هم رايحين فعلا لحتى على الاقل للمباراه النهائيه، وبعد كده طبعا كان هيبقى عندهم فرصه ان هم يتواجدوا. ولكن للاسف امبارح منتخب كنا نفسنا كمان نشوف ارجنتين برازيل، يعني كان هيبقى كلاسيكو الارض ولكن طبعا يعني الموضوع المباراه ما مشيتش زي ما الناس كلها عايزه. هدف للاسف يعني هدف صعب جدا بتستقبله شباك الحارس اليسون من اول تسديده المنتخب كرواتيا على مرمى اليسون، كره بتصطدم الدقيقه 116 طبعا، بتصطدم كمان الكره لسوء حظ المنتخب البرازيلي بقدم ماركينيوس المدافع وبتعانق الشباك في وقت حرج جدا، وقت صعب جدا. البرازيل حتى لو على ارض الملعب نيمار وانتوني وكل اللعيبه دي خلاص، الوقت كان صعب جدا للاسف. والخبرات اللي موجوده في منتخب كرواتيا على عكس ما كان كل بيتوقع ان الانهيار بدني بسبب عامل السن، لا بالعكس احنا امبارح شايفين حد عواجيز 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 ده عواجيز ولا حاجه. لوكا مودريتش امبارح بيعيش بيعيش حاله كانه لاعب لسه عنده 20 سنه. صحيح. كمان ايفان بريزيتش كل الخبرات امبارح، بروزوفيتش عمل مباراه كبيره. طب خليني اسالك يا احمد عن كرواتيا. انا في بدايه الحلقه قلت ان كرواتيا نموذج يستحق ان احنا نقف عنده كتير، والحقيقه انه السؤال اللي هساله لك ده ممكن ناخد في حلقات عشان نجاوب عليه، لكن انا عايز الخطوط العريضه، عايز العناوين المانشيتات. كرواتيا فريق لا يملك انديه على مستوى قاره اوروبا بتحقق اي شيء، بل ان انا سالتك قول لي 3 أو 4 اسماء انديه في كرواتيا غالبا يعني هتعرف 1 أو 2 بالكثير. حتى حارس المرمى مميز جدا ومش عارف بيلعب في دينامو زغرب. على مستوى الانديه ما فيش، على مستوى اللاعبين يملكوا مجموعه لعيبه جيده، لكن لو بصيت مثلا لاهم 20 لاعب او توب 20 بلايرز مثلا على مستوى العالم ما فيش حد من كرواتيا. رغم كده الحقيقه بيصل للمربع الذهبي، ده بنتكلم على وصيف النسخه الاخيره من كاس العالم روسيا 2018، وبيصل للمربع الذهبي مره ثانيه على التوالي، بالتاكيد مش صدفه. ليه من وجهه نظرك؟ رقم واحد المدرب. مدرب المنتخب الكرواتي مدرب كبير، مدرب عارف يتعامل مع لعيبه المنتخب الكرواتي بذكاء شديد جدا، عارف يتعامل مع كل المباريات زي ما هو عايز. المنتخب الكرواتي العالم كله على ما اعتقد كان محدش متوقع ان البرازيل هتخسر، لكن اعتقد ان لعيبه المنتخب الكرواتي بالمدرب كانوا مصدقين ان هم ممكن يكسبوا منتخب البرازيل، وده كان باين في الملعب حتى بعد الهدف اللي دخل في وقت اعتقد محدش بيقدر يرجع منه قدام منتخب كبير زي منتخب البرازيل. صحيح. لكن انت تبقى مصدق ان انت قادر ان انت تكسب، دي لوحدها بتبين قد ايه شخصيه المنتخب الكرواتي، ودي مهمه جدا. اتفق معاك جدا، شخصيه باينه جدا بترجع وما شكتش في لحظه او الانهزاميه مش موجوده. مدرب مدي ثقه لعيبته، مدرب مدي وعارف اللعيبه بيستخدم امتى. شفت في ماتش اليابان بيطلع لوكا مودريتش، الماتش ده عمل 3 حاجات مهمين جدا. لوكا مودريتش لعب في الماتش ده في 3 مراكز، يعني في بدايه المباراه باين ذكائه، عارف ان اكبر ضغط على البازات سيطر عليه، اضغط على كازاميرو، كان بيلعب في لوكا مودريتش رقم 10، فبعد ما البرازيل بدا يستحوذ اكتر بدا يبدا من تحت ورجعه رقم 6، وده شفنا قد ايه ذكاء المدرب وقد ايه لوكا مودريتش لعيب كبير قوي، ان لعيب ما شفتش لعيب تقريبا على مدار السنين اللي فاتت دي، لعيب يلعب لعيب نص ملعب يلعب في 3 مراكز.
في مباراه واحده وفي اغلب المباريات بيلعب بنفس المستوى في السن ده، فاعتقد المنتخب الكرواتي يعني لازم شابوه اللي دفع له القبعه. منتخب اعتقد مكسب منتخب كرواتيا يبين ثلاث حاجات مهمين. اول حاجه يبين قد ايه قوه المنتخب المغربي، ان المنتخب المغربي عمل مباراه كبيره جدا ده منتخب كرواتيا في بدايه المونديال. حاجه بقى مش محتاجين نثبتها خلاص يعني منتخب المغرب النهارده لعب مع الكبار وقدر ان هو ينجح ويتفوق على منتخب بحجم بلجيكا واسبانيا والبرتغال حاليا فا يعني تاني حاجه ان باين لك ان اللي بيتعالى على الكوره يخسر. البرازيل لحد الدقيقه 119 قبل ما يدخل فيهم الجون واثقين ان هم كده كاسبين الماتش، يعني هم حتى متعادلين احنا نكسب في اي وقت. الحاجة الثالثة المدرب برضه كان مغرور بتاع البرازيل، غروره خلاه يعمل تغييرات ثلاث ارباعها غلط. أول تغيير ما ينفعش بأي حال من الأحوال بتغير فينيسيوس ده في الدقيقة 50. أنا قلت أكيد في حاجة، يعني هو اشتكى من إصابة. أغرب تغيير ممكن أعتقد خسارة البرازيل الأساسية تغيير فينيسيوس. أنت لعيب أولاً مدي حرية لنيمار لأن هو مخلي الضغط كله سواء فينيسيوس فنيمار واخد حرية. أنت لما خرجته ضغطت نيمار أكتر وخليت نيمار بقى في خلاص عليه اللي هو سهل. نيمار واضح كمان مع الوقت انه متاثر بالاصابه اللي كان موجوده عنده. طبعا عمل هو تيتي امبارح عمل يعني حاجتين، حاجه صح الاول اللي هو طبعا لما خرج رافينيا لما خرج رافينيا في الاول ودفع بانتوني كان مميز جدا في الحقيقه يعني من وقت نزول انتوني. انا بشوف انتوني كمان اعلى من رافينيا ولو كان كسب اعتقد ان انتوني كان هيكمل في قبل النهائي ما كانش هيلعب رافينيا. يعني احنا التغيير الاول عمله تيتي في الدقيقه 55 اخراج رافينيا في الدقيقه 55 وده فعلا لان رافينيا كان مختفي تماما في ال 55 دقيقه من المباراه وزي ما قلت لحضرتك دفع بانتوني عمل حركه كبيره هو استعجل بقى في الدقيقه تقريبا 63 واخرج فينيسيوس زي ما احمد قال وزي ما حضرتك قلت اخرج فينيسيوس من المباراه رغم ان فينيسيوس مفتاح لعب مهم جدا لمنتخب البرازيل في كل المباريات السابقه. يعني لو شفنا هدف كاسيميرو امام سويسرا هو كان صناعه فينيسيوس معظم الاهداف ومعظم الخطوره لمنتخب البرازيل وزي ما احنا كنا لسه بنقول دلوقتي هو اللي بيدي الحريه. طيب بما انكم اتكلمتوا على التغييرات وعلى اخطاء المدربين انا بيتهيالي ان المباراه دي لما نيجي نحط كده نموذج يدرس ازاي انه التكتيك ازاي انه طريقه اللعب والوقفه والواجبات اللي بديها لعيبتي في الملعب تقدر قد ايه بجد تكون مؤثره وتعوض الفوارق الكبيره جدا اللي موجوده في النهايه لما نيجي مع كامل احترام لكرواتيا والاسماء الموجوده طبعاً. فيها يعني كلها اسماء كويسه يعني لكن لما اجي اقارنهم بسكواد المنتخب البرازيلي الفوارق كبيره جدا قوي. لكن الفوارق دي انا ما حسيتش بيها على مدار ال 120 دقيقه نتيجه الحقيقه ان المنتخب الكرواتي قدم جيم على اعلى مستوى. دي بقى دي حاجه من ضمن يعني سلبيات كثره النجوم، يعني كثره النجوم احيانا زي ما بتديك حلول وبتديك افكار وبتديك حاجات ميزات اضافيه عن المنافس احيانا بتبقى مشكله للمدرب، المدرب طول الوقت شايف ان هو عنده على الدكه ناس ليه لا لو نزلت ممكن في الملعب تغير لي فممكن يحصل زي ما حصل امبارح كده هو اشرك رودريجو لاعب ريال مدريد ولاعب المنتخب البرازيلي على حساب فينيسيوس المتالق في البطوله وللاسف رودريجو ما اسعفوش الوقت او ما كانش مردوده في افضل حال كمان زي ما احمد قال ان الضغط اللي لعب بيه المدير الفني امبارح على كاسيميرو ولوكاس باكيتا امبارح كانوا الاثنين على مستوى التكمله الهجوميه كانوا ضعاف جدا ما كانش فيه تكمله هجوميه يمكن الكره الوحيده اللي فلت بيها لوكاس باكيتا اللي هي كانت قبل هدف نيمار على طول تصدى ليها طبعا لوكا ليفاكوفيتش حارس المرمى الكرواتي بطل المشهد ممنوع الاقتراب والتصوير في ركلات الجزاء بصراحه يعني حارس مميز جدا رغم ان هو ما لعبش خارج الدوري الكرواتي بالمناسبه هو عنده 27 سنه ولكن واحد من افضل الحراس في البطوله شكله بعد البطوله اكيد طبعا اكيد هتنال عليه العروض طبعا بعد انتهاء عايز اخدكم الماتشات النهارده بس مش قادر افوت بصراحه مواجهه ثانيه كانت تقيله جدا هولندا طبعا والارجنتين والحقيقه المنتخب الهولندي فاجئني انا شخصيا لانه هو فاجئ الناس ويمكن هو فاجئ نفسه هو شخصيا الناس كتير كانت مشيت اصلا يعني لا هو كمان الحقيقه لاعب افضل يعني انا ما شفتش هولندا طول البطوله يعني دور المجموعات رغم ان مجموعتها تعتبر الاسهل او واحده من المجموعات السهله نسبيا يعني لكن ما حسيتش المنتخب الهولندي جاي يقول انا هولندا بتاعه رود خوليت وماركو فان باستن ودينيس بيركامب واجيال كثيره جدا مش هي دي هولندا اللي احنا عارفينها ورغم كده الحقيقه لعب جيم امبارح قدام منتخب الارجنتين
ولا اروع. اخر نص ساعه في المباراه اعتقد افضل نص ساعه للمنتخب الهولندي من سنين. صحيح. وخليني اقول لك يا احمد انه لو كانت النسبه الاغلب يعني متعاطفه مع الارجنتين، يعني اللي بيحب الكوره اكيد حابب الارجنتين تكمل طبعا عشان ميسي، لكن انا شايف انه لما الارجنتين نجحت في انها تقصي هولندا في تعاطف كبير جدا مع المنتخب الهولندي بعد الاداء المنتدى اللي راجع ليه، يعني منتدى كبيره جدا. واعتقد ان لويس فان جال كان عايز يسيب بصمه قبل اعتزاله التدريب، وكان مصمم. انا كنت حاسس ان المنتخب الهولندي بيتسحب زي بيقولوا كده، بيعمل في صمت من اول المونديال، وممكن ما تحسش هو مرشح، بس اعتقد هو كان ماشي في نفس السياق ان هو رايح للنهائي. لكن لسوء حظه يعني اتقابل مع المنتخب الارجنتيني، مش هقول المنتخب الارجنتيني طبعا، هقول ميسي، لان ميسي عمل باص، اعتقد عمل باص العالم كله او كاس العالم في حته، والباص اللي عمله ميسي امبارح في الجول الاولاني في حته ثانيه خالص. يعني اعتقد ان ميسي اصلا ما بصش تقريبا للعيبه هو بيلعب له الجول الاولاني، لكن اعتقد ان دي مهاره ميسي، دي الحلول بتاعت الفوارق اللي هي تبين قد ايه ان القوه البدنيه المهاره تفوقت عليها في مباراه الهولنديين، وتبين قدر المهاره برده. كمان الجول الثاني بتاع هولندا بيفكرني بكاس عالم 94 بهدف السويد، كان نفس الفاول تقريبا بتاع برلين بتاع لاعب منتخب السويد، اتلعب من ورا الحيطه، فكان برده الناس كلها كانت متفاجئه بيه، نفس الفاول بالظبط اتعمل امبارح. قد ايه ان تعمل في الدقيقه 101 تقريبا خلاص. وبتجر في مجازفه كبيره، يعني اي حد طبيعي هيقول حط الفاول مره واحده. انما انت بتعمل باص والناس كلها مش متوقعه وبتجازف ويدخل الجون، فدي بصراحه تبان قد ايه ده اكيد مدرب، يعني دي اعتقد ان دي طبعاً. اكيد لويس فان جال كمان في غورست لاعب هولندا على فكره احرز هدف بالمناسبه السيزون ده مع النادي بتاعه فولفسبورج في الدوري الالماني، نفس الهدف بنسخه بالكربون. فاحنا مش عارفين بقى هل هو فان خال هو اللي خد الهدف من التكتيك بتاع النادي، ولا هو دي جمله متفق عليه، ولكن في غيرست احرز هدف زي ده بالظبط السيزون ده مع فولفسبورج. هدف يعني يا استاذ احمد، يمكن لو حللت الهدف، هدف زي ما احمد بيقول في اخر دقيقه، كل الناس منتظره الكره في زاويه من الزوايا، لاعبي المنتخب الارجنتيني واقفين حيطه، الكره بتتلعب ضعيفه جدا على الارض، بتمر من هو سهل الممتنع يا بلال، ولا ورغم ان هي بتروح لفيغورست يعني هو ممسوك كمان، يعني هو معاه عليه رقابه، ومع ذلك بينجح ان هو يستلم الكره ويلف تحت ضغطه ويلعبها ببرود الاعصاب ده في الوقت القاتل ده. احنا بنلعب تقسيمه يعني كده مع بعض بالظبط، يعني بس الحركه دي كانت هتعكني ان يعني الجول التاني ده انا بعمله في البليستيشن بالظبط نفس الباص، مش عايز اجازف يعني الهدف ده لو اتعاد، على فكره الهدف ده لو اتعاد مثلا 20 مره مش هيجي، يعني حاله التركيز اللي كانت عند الكل في الكره، كله منتظر الكره في زاويه من الزوايا، وبعدين احنا نلاقي الكره بتتلعب، فهي بصراحه برود اعصاب يحسب للاعيب المنتخب الهولندي وليفيغورست اللي احرز، اللي نزل على حساب بقى نجم المنتخب الهولندي ممفيس ديباي، دفع بيه برده في مخاطره وتغيير ناجح جدا للويس فان خال لما سحب ممفيس ديباي نجم الفريق ودفع بفيغورست، وكافئ فيغورست باحراز الهدف الاول وكمان الهدف الثاني القاتل اللي كان هيعكنن بقى على نصف مشجعي كره القدم طبعا ومحب ميسي طبعا. ما ينفعش، انا قلت لحضرتك ما ينفعش كاس عالم من غير ميسي.